منصور، أنا اليوم ما رح أطبخ، جيب معك أكل جاهز من برا. ولا يهمك، مو مشكلة، بس رح أجيب أكل من قريبه. ها يعني يا أما فلافل يا أما فطاير ومناقيش. ليش من قريبه؟ لأنه مثل ما بتعرفي الدنيا آخر شهر مو صفية، معي سيولة. يا ما علبنا في 10,000 بدك تاخذهم آخر هالشهر. امبلا، بس جدول الحوافز لساته عند المدير العام وما وقعه. صلي 15 يوم عم بسمع هالحكي، يعني معقول المدير تبعكم ما وقع الجدول لهلا؟ ايه انا بعرف، خليها لله احسن شيء. طيب فهمني شو القصة، ليش كل هالقد معقدة؟ يعني ما حلك تعرفي طبع مديرنا، هو صحيح آدمي وطيب، بس مشكلته انه خويف كتير وجبان ومو صاحب قرار. يعني كل شغلة بتفوت لعنده بتعس عنده عسيس مدة طويلة، ولما بيوقعها وإيده عم ترجف من خوفه من المسؤولية. وأكره شي عليه الحل والربط. شو هالمدير العام هاد؟ هيك شغلات لازم يوقعها على العمياني، ما بدها تبيت استخارة. معك حق، الإدارة ما بتلبق لمين مكان، والكرسي بده مين يعبي؟ يعني بصراحة مديرنا العام مو معبي مركزه منوب، وهالكرسي ينبهبط عليه كتير لأنه تشتوش وخروق ونظامي زيادة عن اللزوم. وليش ما بيغيروا لكم يا؟ ليش ساكتين عليه؟ هو من جهة التغيير في رعة تغيير، وطالعة هالإشاعة عليه من زمان، ومشان هيك كل ماله عم يزداد حرص وتخوف يوم بعد يوم. بتصدقي إنه البريد العادي عم يطلع على مكتبه 7-8 أيام حتى يوقعه؟ إيه لا، لهالدرجة؟ مثل ما عم قلك، يعني مركزي كمدير قسم مبيعات ولجان شراء في مسؤولية أكثر من مركزه بمئة مرة، وما بيطل البريد على مكتبي أكثر من ساعتين بس. ايه طبعا، لأنه أصابعك مو مثل بعضها، بعدين أنت خبرتك مانا قليلة، وأنا بتصور إنه الخبرة بتلعب دور بهالمجال. ما بقلك لا، الخبرة ضرورية، بس كمان الجرأة والإقدام واتخاذ القرار المناسب وبسرعة ضروري أكثر، لأنه في مصالح خلق وعالم ومصلحة عامة بدها تمشي. على كل حال أنا رح أتأخر على شغلي. بدك شيء قبل ما أمشي؟ لا سلامتك، بس لا تنسى تجيب الغداء معك. لا ولو، معقولة تكرم عينك، خاطرك. مع السلامة. على شو عم تبرروني؟ اجتني شي مكافأة يعني؟ ولو يا أستاذ منصور، لأمتى بدك تضل مخبي علينا؟ صدقوني ما نفهم هالشي، شو بدي خبي يعني؟ اليوم طلع تكليفك بتسيير أمور المؤسسة، يعني صرت مدير عام بالوكالة. أنا صرت مدير عام؟ إيه نعم، واليوم وصل قرارك من الوزارة وبتوقيع الوزير. أما هالقصة فعلا غريبة، يعني عن جد ما عندكم علم استاذ؟ لا والله يا ابو فايز. طيب المدير العام السابق وينه؟ طار. لوين طار؟ لبيت خالته يعني؟ لا على بيته. شرف استاذ، شرف على مكتبكم. هيك دغري؟ طبعا دغري. شرف شرف. الو نعيمة، مرحبا، سمعيني كلمة مبروك من تمك. الحمد لله، ان شاء الله الف مبروك يا حبي. الله يبارك فيك يا رب.
هلا معقول انت ما كان عندك علم انه بدك تصير مدير عام؟ مو ما عندي علمه، بس هالشغله كلياتها ما كانت خاطر على بالي نهائيا. يو بصير يعني يعينوا موظف في منصب كبير بدون ما يسألوا رأيه؟ بصير، وليش لحتى ما يصير؟ بعدين مين يلي رح يرفض المنصب والعز والجاه؟ مين؟ أنا غبي هاد؟ لا حبيبي، مو مسألة غبي ولا ذكي، بس بجوز هالإنسان اللي عينوه بمنصب كبير بدون ما يسألوا رأيه بالتعيين بجوز يحس إنه هالمنصب كبير عليه أو مبهبط أو ما نؤد هالمسؤولية. دخيلك أنت التانية، ليش فكرك المناصب بدها مؤهلات خارقة؟ صدقيني إلى المنصب هو اللي بيدعمك، هو اللي بيخلي الإنسان فهمان مهما كان عدمان. صدقيني لما قعدت ورا طاولة المدير العام نفسيتي تغيرت وحسيت حالي بكوكب تاني وشعرت بالغطرسة. وهالحكي ما بقوله لحدا بس إليك لأنك مرتي. طيب إذا رفضت تعيينك بيسووا لك شي؟ وليش لحتى أرفض؟ فهل الله ولا فالك؟ مثلاً، عم بقول مثلاً. ليك والتانية؟ يعني حدا بيرفض النعمة؟ لك شبك انخفقت هالخفقة؟ عم بقول لك مثلاً، يعني هلأ إذا شخص اعتذر عن التكليف بيزعجوه ولا بيقبلوا اعتذاره بالمعروف؟ شو بدهم يساووا له يعني؟ أي ينمحي، ما في شي بيصير بالزور. شو وين فكرك عايشين نحنا؟ بغابة؟ متأكد؟ طبعاً متأكد، بس صدقيني ما صارت هالشغلة أبدا. اسمعي، بزمانه، من زمان كتير يعني، رفيقي عبدالله يلي كان معي أستاذ ثانوي بنفس المدرسة، لما صار وزير التفريغ والاستطلاع ما دري إنه صار وزير إلا من سمان الحارة تبعه. يو شلون صارت هاي بقى؟ يلي صار إنه أخو سمان يشتغل حاجب بالمجلس الوزاري، وهو يلي سمع الخبر وهو يلي نشره. المهم يعني رفيقك رفض يستلم الوزارة؟ لا شو رفض؟ رفض قال أتتهم قادة تجرر أذيالها، شلون بده يرفض؟ طيب وشو بيفهمه هو بهالشغلة؟ يعني شو مؤهلات أستاذ الثانوي لحتى يصير وزير؟ يعني قلة كفاءات بالبلد؟ أخذ شهادة جامعية، شو كفاءة أنت تانية؟ لك ما بقصد بالكفاءة، يعني شهادة الإعدادي. اللي بقصده أنه مهما كان اختصاص أستاذ الثانوي سواء كان علمي ولا أدبي ما رح يقدر يدير شؤون وزارة. بس لو كان أستاذ جامعي أو دكتور بالجامعة يعني معتق ومخضرم منقول فيها وما فيها. المهم هلأ يا نعيمة شو بدنا بهاللعي؟ عم قلك هالشغلات بتصير، بعدين تعالي قلك ليش كل هالقد مستوطي حيطي انتي ومالي معبي عينك وعم ترميني بحجارك وكأني ما بفهم شي ومثل الأطرش بالزفة؟ صدقيني يا نعيمة ما كان يطلع قرار من عند الوزير إلا وتأشيرتي وشرحي موجودين عليه وعلى الحاشة كمان. بجوز، بس يعني أنت جوزي وأنا أعرف الناس فيك، يعني ما لقوا غيرك لحتى. ولك حبيبتي هي سياسة عليا، عليا تفهمي أنت بالسياسة العليا شي؟ لا أنا ما بفهم لا بالسياسة العليا ولا السفلى. بس كأني ملاحظ أنه بدك مني أرفض هالمنصب. لا حبيبي ما بدي اياك ترفض المنصب، بس بدي اياك تحول. هلا خلينا رايقين يا نعيمه وباركيلي من قلبك. وبعدين انا لا تواسطت ولا نقرت بواب، العز لحاله لحقنا بدون ما نلحقه. قل له كش اضرب اكسر رجله، قل له فرقنا بريحه طيبه. اي ما صارت ولا بعمرها رح تصير. هلا بعمرك سمعتي انه وزير استقال طائعا مختارا معترفا بامكانياته الضعيفه؟ إيه ما بتصير ولا بالأحلام، كله ما شاء الله كان عليه بيقدر يجيب الزير من البير وما حدا بيعترف بالعجز إطلاقا. وبركي عم تجي الأوامر من اللي أعلم منه وهو اللي ما عم بيشتغل شي. لك هلأ شو بدنا بهالقصاص؟ خدي المسألة بالرواء وخلينا بحالنا، شو بدنا بغيرنا؟ حاضر تكرم عينك، بس اوعك تفكر إني رح مرق لك ياها هيك. كيف يعني؟ يعني إنه تضحك على عقلاتي بهيك غدا متواضع. متواضع؟ ايه قصدي الحلوان لازم يكون شغلة محرزة كبيرة، يعني اسوارة تقيلة طوق. هلا فهمت عليكي. تكرم عينك من عيني، بس مو هلا ليجي قرار التثبيت تبعي. شو يعني ما فهمت عليك؟ ليش انت لهلا ما صرت مدير عام؟ مدير عام بالوكالة تكليف يعني. ايه شو ايه؟ يعني لازم يطلع قرار تثبيتي لحتى صير مدير عام رسمي. وإمتى بيطلع هذا القرار؟ والله علمي علمك هيك أمور بتقدرها السلطات العليا بالبلد. يعني في قابل ما يطلع هيك قرار؟ ما بظن، بس
ممكن يتأخر شوي. إيه الله يكملها معنا ويجبلنا خبرك، قصدي يجبلنا قرارك وبسرعة يا رب. بكون صراحة يا جماعة، اختيار الأستاذ منصور لتسيير أمور هالمؤسسة شغلة مدروسة على التمام وضربة معلم. بالفعل، لأنه الأستاذ منصور بيملك كل مواصفات مدير، خبرة وفهم وشخصية إدارية. هذا بالإضافة إنه جريء وصاحب قرار. إيه بس إن شاء الله ما يتأخر قراره. ولو تأخر مشكلة، طالما كل الصلاحيات بإيده فموضوع التسبيب صار شيء ثانوي. بالفعل، خصوصي إنه في كتير مدراء عامين بالبلد صار لهم أكثر من 10 سنين ولساتهم على قرار تكليف وما تثبتوا لهلأ. وأهم شيء مطلوب من الأستاذ منصور إنه يبت بالأمور والقرارات المعلقة من أيام المدير السابق. لا، أنا من هالناحية كتير متفائلة، خصوصي موضوع صرف الحوافز وضم الخدمة وتعديل لجان الصرف. أصلاً هو كان من أشد المتحمسين لهالموضوع قبل ما يصير مدير عام. أختي كل شيء بيصير، المهم أنتوا تركوه على راحته كم يوم، لا تستعجلوا عليه بطلباتكم، خليه يرتب أموره وتاخد إيده على المنصب، وبعدين لكل حادث حديث. مدام إنصاف، شو رأيك نقدم مشروع تعديل لجان الشراء والصرف للمدير العام؟ الله يسامحك، مو لحتى يلقط نفس بالأول. يعني كم يوم بده يلقط نفس؟ هاي إله أسبوع تماماً وهو عم يستقبل المهنئين والمباركين. اي حاجة بقى، يعني هلا صار وقت الشغل. اي والله معك حق يا ابو فايز، لانه في كتير امور جامدة بهالمؤسسة ومنتظرة بس تعديل لجان الشراء والصرف. مو هيك؟ انا عم بحكي من شان المصلحة العامة، مو من شان شي تاني. اصبح اتكل على الله وقدم له هالمشروع، وانا متأكدة انه رح يبت فيه بسرعة. وما احلى ما يبت فيه بسرعة. اي شو نسيتي انه المشروع اشتغلته انا وياكي وهو قبل ما يصير مدير عام؟ لا مالي نسياني، بس بجوز هلأ يكون في إله وجهة نظر تانية. يا ستي، إذا كان إله وجهة نظر تانية بناقشنا فيها ما في مشكلة، أصلاً هو من حقه يكون عنده وجهة نظر خاصة فيه. طيب ماشي الحال، اتكل على الله. يا أبو فايز افهم علي، الله يرضى عليك، أنا ما إلي لا وجهة نظر خاصة ولا وجهة نظر عامة، كل ما هنالك بدي تأجل لي هالموضوع شوي. بس عفواً أستاذ، أنا ماني شايف أي مبرر للتأجيل، خصوصي إنه حضرتك كنت من أشد المتحمسين للمشروع. بعدين ما بخفيك إنه اللجان القديمة عفنت ونخرها السوس وبطل مفعولة ونعرف خيرها من شرها، وشفناها فوق وشفناها تحت، وصار التغيير ضروري يا أستاذ. لازم رياح التغيير تهب على هالمديرية لحتى نحس بالفرق ويتغير علينا الطقس شوي. معلش أبو فايز، معلش، أنا اللي بحدد هالشي. بعدين أنا عندي بالشغل أولويات، وهذا المشروع مو ضمن الأولويات. بقى الله يرضى عليك، احفظه عندك للتريوس. مثل ما بتأمر أستاذ. طيب بخصوص أمر الصرف، شو نعمل؟ أنا أمر صرف؟ ليش ما دريت أني وقفت كل أوامر صرف؟ لا والله ما دريت. وقفتهم لأنه أنا بالوقت الحاضر يا أخي ما بدي وقع على أمر صرف. بس أمر الصرف هذا ضروري يتوقع يا أستاذ، بعدين هذا مرفق بموافقات رسمية من المدير السابق، وغير هيك المدام إنصاف دفعت من جيبتها للورشات يلي ركبوا البلور الجديد للمكاتب. ماشي الحال، وين أمر الصرف؟ ليك أستاذ، وفي كل الموافقات. وين القلم الأخضر؟ شرفه أستاذ. يحول إلى الشؤون القانونية للتريث والدراسة وإبداء الرأي. شريف. معقولة؟ طيب ليش لا يحولوا للشؤون القانونية؟ يبدو أنه متخوف شوي من التوقيع. ايش هو بده يوقع على طلاق ستو؟ بعدين انا مالي مجبوره ادفع حق بلور مكاتب عن الحكومه. اسم الله، قال ظنيت حالي قضي غرض مشان ما حدا يفوت على الغرف من الشباك المكسور. تاري هالمدير ما بده يتصرف بشي ولا نسائل عن شي. خلينا نعطيه فرصه لبين ما يتمترس على هالكرسي ويفهم هو الشغل. شو هالحكي هاد؟ معقوله يعني؟ بس انا موضوعي ماله محرز ونظامي 100%. خلاص، بكره الشؤون القانونيه بتشرح له هالشي. شو
شو هالكتاب؟ موافقة سفر سيدي. موافقة سفر؟ طيب ماشي. وين القلم الأخضر؟ عفوا سيدي ليك. للحفظ والتريس. ماشي. وهذا شو ها؟ طلب ضم خدمة. أيوة. يحول للذاتية لبيان الرأي. إيه بس الذاتية سيدي حاطة حاشية وفيها اقتراح بالموافقة ليك هون. أيوة أيوة أيوة. أصبح يحول للشؤون القانونية لبيان الرأي. عدم المؤاخذة سيدي، الشؤون القانونية ما عندهم مانع. أصبح خلينا نترياس. للتريوس. للتريوس. وهذا شو؟ طلب لإصلاح سيارة نائب المدير. أيوة. طيب. يحول للقسم المالي لبيان الإمكانية. وهالكتاب شو؟ جدول الحوافز الإنتاجية. هلأ وقت الحوافز هلأ. للتريوس. وهذا شو؟ هي طلب إجازة بلا راتب. أيوة بلا راتب. ماشي. يحول حسب العائدية. وهذا شو هاد؟ هي طلب شراء طاولة لأمين المستودع، لأنه الطاولة القديمة سيدي مهرهرة ومقوصة وصايرة مثل دف اللحام. مع عدم الموافقة. مو وقت الطاولات الجديدة هلا. طاولات جديدة. وشو هالكتاب؟ ليش هالتسميك كتير؟ هي طلب تغيير الحنفية بالطابق الأرضي. ليش شبه الحنفية؟ سيدنا عم بتنقط من أيام المدير السابق. ركبوه لجلده. ركبنا سيدي ما مشي الحال. الحنفية مشعورة ولازمة تغيير. سمكوه للجلدة. سمكنا كتير سيدي عبس. ماشي الحال. أصبح تحول إلى القسم الفني لإبداء الرأي. في شيء تاني بده توقيع؟ لا سيدي هذا البريد كله. يعطيك العافية. الله يعافيك. ألو مرحبا نعيمة. شو شايفك يا وائل؟ تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. يعني ما وقع على شيء؟ تعدمي. اوف وشو السبب يا ترى؟ عم بيقولوا انه مو ناوي يوقع على شيء قبل ما يطلع قراره، لانه المسكين حاسس بحاله انعدام وزن، واذا ما طلع قراره بده يضل ريشه بمهب الريح. شو هالحكي؟ يعني اذا ما طلع قراره بنضل هيك؟ ما في غير انه ندعي لربنا حتى يطلع قرار تثبيته بسرعه وتتحلحل امورنا بقى، القريضه تقرضنا على هالقصه. ما بيصير هيك منصور، انا وعدت لاختي، لا تخجلني قدامها. ومين قال لك توعديها قبل ما تشاوريني؟ ما بيصير تقطشي وترعشي على كيفك يا نعيمة، شو شغلة فوضى يعني؟ قلت لحالي شغلة بسيطة ما بدها مشاورة، بعدين معقول أنت مدير عام اضرب واطرح، ما تقدر تعين مستخدم عندك؟ بعدين أنت قلت لي بعض مثل سالك إنه لازمكم مستخدمين بالمديرية. أنا بقدر عين مستخدم، مو شيء إني ما بقدر، بقدر عين 100 مستخدم إذا اقتضى الحال، بس بالوقت الحاضر مو ناوي مد إيدي على شيء إطلاقاً. وعدم المؤاخذة يعني بدك تعتبريني مدير عام مع وقف التنفيذ. شو يعني ما فهمت عليك؟ يعني بصراحة أنا مجمد كل شيء بهالمديرية من هلأ لحتى يطلع قرار تثبيتي. ليش بقى؟ طبعا لأنه بخاف يوجهولي أي ملاحظة أو أي مساءلة. ولا تنسي أنه أنا هلأ العيون مفتحة علي 10/10 وما بدي أغلط لي شي غلطة تقوم توصل للجهات العليا أو تتفسر على أني غير كفؤ لهالمنصب وتضعف ثقتهم فيي ويصرفوا نظر عن تثبيتي. يعني من لا يعمل لا يخطئ. ها ها وأنت قلتيها بلسانك، من لا يعمل لا يخطئ. وأنا لا بدي أعمل ولا بدي أخطئ، يعني ليش لنام بين القبور وشوف منامات موحشة؟ بكرة بعون الله بيطلع قراري وبعرف ليلي من نهاري.
نقطة انت غيري لي السيرة اعملي معروف. شو يا جماعة؟ في شي أخبار جديدة؟ اي قولي صباح الخير بالأول. لك صباح الخير، طلع قراره؟ لا ستي اطمني ما طلع شي لسه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر يعني؟ طمنوني قبل كل شي، طلع اليوم قراره ولا لسه؟ صباح صباح الخير. صباح النور. طلع قراره؟ لا لسه. شوف استاذ، هي امر الصرف رجع بالشؤون القانونيه ومكتوب عليه لا مانع قانوني من صرف المبلغ. هيك كاتبين؟ ايه مو مشكله. وين القلم الاخضر؟ ليكو ليكو استاذ. يحول الى هيئه التفتيش في الوزاره لبيان الرأي. بس يا أستاذ الموضوع ما بقدر يا أبو فايز، ما بقدر يا أخي، بخاف يبهدلوني من فوق. لك يا جماعة هالحنفية اللي عم تنقط لإمتى تضل هيك؟ لا يطلع قراره. شرفوا سيدنا، رجع أمر الصرف من هيئة التفتيش بالوزارة. عظيم جدا، وشو كاتبين عليه يا ترى؟ كاتبين عليه لا مانع من صرف المبلغ المذكور. عظيم كتير، وبهالصورة صارت أمورنا قانونية 100%. يا سيدنا هي من أول قانونية 100%. بس بشرفي معك حق يا سيدنا، لأنه الاحتياط واجب، أحسن ما تتبهدل من فوق. ها شفت مع أهلاك؟ وين ال القلم الأخضر سيدنا؟ للتريوس. يا جماعة هاتوا بشارة. طلع قراره؟ يعني ثبتوه أخيرا؟ لا، لكن شو؟ حلقوله على البيت. شو هالحكي؟ ومين حطه بداله؟ أبو فايز، وطلع قرار بتكليفه بتسيير أمور المديرية. ها؟ هذا الحكي اللي بينسمع. أبو فايز أبوها للشغلة. يا جماعة بكرة فطوركم على حسابي. إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا مدام انصاف. استاذ بتصور امر هالصرف بقى حاجته، يعني بصراحه عسعس كثير، ما هيك؟ معك حق يا انصاف، هاتي المعامله لشوف. تفضل. وهي مرفق معها كل الموافقات المطلوبه بما فيها الشؤون القانونيه ولجنه التفتيش بالوزاره. عندي علم يا مدام انصاف، عندي علم. بس وين حطيت القلم الاخضر يا ترى؟ ليكو ليكو تحت الظرف استاذ. ها مظبوط. تحول الى الديوان للتريث. شو للتريث؟ كيف استاذ الله يخليك؟ هالامر الصرف هذا صار له عم يتريس عهدين بحالهم، يعني مديرين عمين وحضرتك الثالث. معك حق يا انصاف، راح اعدلك الملاحظه. الى هيئه التفتيش المالي العليا لبيان الرأي. بس يا أستاذ ما بقدر يا إنصاف، ما بقدر أعمل غير هيك، بخاف يبهدلوني من فوق. يا اخونا اطلع شباب. لك شو قصتك انت؟ مانك شايف الاشاره فتحه؟ في شي بيضحك يا اخ ولا بدك تجنني عند الصباح؟ يا ريت. شو يا ريت؟ يا ريت جن؟ ايه لاني مشتاق لجنانك.
لك شو بك حمزة؟ لسه ما عرفني؟ مين؟ سمير خزبتشي؟ يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي. لك أهلين حمزة. لك معقولة ما عرفني يا رجل؟ إيه لا تأخذني من شان الله، صرنا زمان ما شفنا بعضنا. والله معك حق. مو شايفين عم سلم على رفيقي سمير؟ طيب طيب ماشي الحال. الحقني، خلينا نعم شي كافتيريا. يلا. يلا. احلى ابو الزمر. قديش صرنا ما شفنا بعضنا؟ صرنا 20 سنة يا ظالم. يمكن واكثر، بس صدقني انت بالبال دائما. حاجه بقى، لو كنت بالبال كنت سالت عني. يعني انت كنت عم تسال؟ ما هي لك ليش انا بعرف اراضيك لحتى اسال عنها. وين اراضي يعني؟ هون الله وكيلك، ما تحركت برات البلد خطوه واحده. امشي. معقوله ابو سمره السكره قدامي؟ والله بعد زمان مشتاق لك كثير. انا تسلم لقلبي، وانا بالاكثر. يسلم وديات. بس طمني، شو اخبارك؟ قديش صار عندك اولاد؟ ما عندي اولاد. شو الحكي؟ ليش بقى؟ لاني ما تجوزت. قسما بالله انك فهمان. بس قلي، شلون هيك زبطت معك وضليت بلا جواز؟ هلا اتركني من هالسيره، وانت قلي شو صار عندك اولاد؟ انا تجوزت سنتين ورجعت طلقت، يعني ما لحق اجيب اولاد. شو هالحكي؟ مو خبري والله. هذا اللي صار يا حمزه. عفوا سمير، بس ليش طلقت؟ يعني شو السبب؟ لك آخ يا حمزة، شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. هذا يا سيدي، الله سبحانه وتعالى وقعني بين إيدين وحدة كرهتني جنس الحريم كله. أوف، لهالدرجة؟ وأكتر. الله وكيلك ما عنده هم بهالدنيا غير شو بدها تلبس، شو بدها تشتري، وين بدها تسهر، كيف بدها تتبروز قدام رفقاتها. يعني وحدة فاضية وسخيفة، وكلمة بتاخدها وكلمة بتجيبها، وفوق هالشي نقاقة من الدرجة الأولى كمان. يعني مثلا اذا اخذتها على احسن مطعم بالبلد تطلع هيك من رؤوس مناخيرها مثل القرفانه، وبتقلك شو هالمطعم هاد، كتير معجوق، ديكور مشرشح، ستايله شعبي. واذا جبت لها اكل جاهز من احسن محل بالبلد كمان ما بيعجبها، بتشم الاكل من رؤوس مناخيرها وبتقلك يعني ما لقيت احسن من هالمحل حتى تجيب منه اكل. طيب يا أخي، بركي كانت هيك ربيانة ببيت أهلها. لا أبداً، ما في شي منها. أهلها درويش كتير وعلى باب الله، بس لما صارت عندي بالبيت عملت حالة ليدي برنسيسة، ويا أرض اشتدي ما في حدا قدي. ليكون أنت دللت ببداية زواجكم زيادة عن اللزوم، ها؟ لأنه في نسوان يا أبو سمرة ما بيلبق لهم الدلال ولا النعمة، ما بتلاقيهم إلا تنمردوا على غفلة وبلشوا يرفسوا. ما بقلك لا، بس انا ما لحقت دللها يعني، ونحن بشهر العسل بدينا نقار، وطول النهار على اللي لقلك اللي لقلك، وجدل ومناقشه بلا طعمه. طيب وعلى شو كنتوا تتناقروا؟ ولك على كل شيء. يعني اذا قلت لها صباح الخير بتقلي هذا باب مناقره. الله وكيلك كنت عايش معها ببيت واحد وكاني بمعتقل. لك اذا عزمت رفقاتي على البيت بتنقرق، اذا تاخرت شوي بالرجعه من الشغل بتبوزم، وإذا طلبت شي غرض وتأخرت شوي على بين ما لبي لها بتنطمز وبتبرم بوزة وبتحط العقدة بوشة شبر، وإذا قلبت التلفزيون على شي محطة ما بتعجبها بتولول وبتهجم على التلفزيون مثل الشيبة وبتطفي. ومن ناحية تانية، إذا أجوا أهلي ليزوروني بتقلب خلقتها وما بتفوت بتسلم عليهم. قومي سلمي على أهلي عيب، مريضة، مالي حيل، نعسانة. اما اذا اجوا اهلي يزورونا مدري شو بصير لها، بتميع، بتنفرط، بتتنشط، وبيركبها 100 جني، ما بتعود بتتهدى، وعلى ضحك مثل مجانين ومسخره وقله هيبه. قول ماشي الحال، عم تنبسط مع اهلها، بس بالمقابل المخلوقه مسوده علي عيشتي. يعني اذا طلبت منها كاسه مي بتقلي ليش حضرتك مكرسح؟ حبيبي مكرسح انت، قوم اشرب لحالك. وإذا مزحت معها شي مزحة بتزورني من فوق لتحت. وإذا بدها تشتغل بالبيت بتضل يومين حتى تمسح الغبرة. وإذا بدها تاخذ شي قرار بتاخذ القرار الغلط بالوقت الغلط، وتعا يا سمير رائع الأضرار الناتجة عن هالقرار القنفشاري. يا ساتر يا رب،
معقول يصير فيك هيك بهالعشرين سنة اللي تركتك فيه؟ ولك شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. لا وفوق كل هالشي يا حمزة عفشة بالبيت، عفشة كتير وقليلة مروة وشخصيتها ضعيفة قدام أهلها. يا سيدي سبحان من خلصك منا على أهون سبب، العمى على هالعلقة المكربة. بس ولك أبو سمرة أنا بعرفك حربوق وبتحسبها منيح، شلون انعمى على قلبك وفتت هالفوتة؟ شو بيعرفني؟ ما بيقولوا لك القدر بيعمل بصار؟ اي والله مزبوط. حرك الحال مشان الله تركنا هلا من سيرتها، لانه كل ما بجيب هالسيره على لساني بنمئت وبينهز بدني وبيتعكر مزاجي. ولهالسبب خلينا نقلب الاسطوانه. الله يرضى عليك، قلي لشوف ليش انت ضليت لهلا بلا جواز؟ يعني معقول تضل 20 سنه بلا جواز؟ معقول ونص، لاني ضيعت من ايدي فرصه لحد هلا عم عض اصابعي ندم عليها. فرصه شو؟ فرصه عمري، فرصة عمري طارت من إيدي وأنا واقف عم بتفرج عليها. كيف يعني؟ أنت بتعرف يا سمير قديش أنا عاطفي وعلاقاتي مثالية مع الجنس اللطيف. صحيح أنت رومانسي كتير وهالشي كل رفقاتك بيعرفوا عنك. هذا يا سيدي من وقت ما كنت طالب بكلية الحقوق اجتمعت مع بنت. أما شو بنت؟ بتاخد ضبنات العقل. يعني كل شي كنت راسمه بخيالي عن فتاة أحلامي لقيته فيها. جمال خارق، قوام ممشوق، حضور ساحر، اطلاله جذابه، حديث هادئ ومتزن، تفكير موضوعي، وفوق كل هاد مرباية ببيت اهلها ومدلله لحتى شبعاني دلال. هيك ها؟ هي اسمها بنت مو مثل طليقتي. المهم ضليت وراها وحاطت دابي ودابها لحتى تعرفت عليها وفتحت باب للحوار معها. ايه وبعد الحوار شو صار؟ اتطورت علاقتنا بسرعة عجيبة وتحولت لقصة حب مثل قصص الأفلام الهندية تماما. وبصراحة أكثر صرت حس إنه أنا خلقت إلها وهي خلقت إلي، وصرت شوف كل الدنيا من عيونها، وإذا غابت عني يوم واحد حس إنه الدنيا سودت بعيوني. شو هذا حمزة؟ فعلا شهيت الحب؟ بس وينها؟ هذا الحب اللي عم تحكي عنه انقرض من زمان كتير، ما عاد فيه هيك عواطف ملتهبة هلا. معك حق تقول هيك، لأنك أنت ما مريت بالحالة اللي مريت فيها أنا. طيب بعدين شو صار؟ تعهدنا على الزواج وبدأنا نخطط لمستقبلنا ونحلم بعش الزوجية الهادئ الجميل. وبعدين جوزتوا؟ للأسف لا. لا؟ ليش بقى؟ لأنه أهلها رفضوا. وشو سبب الرفض؟ السبب اني كنت بهديك الايام مثل ما بتعرف طالب منتوف وعايف التكنه، وبصراحه اكثر ما عبيت عين اهلها، وعلى حد قولهم مستقبل البنت معي مجهول ومو مضمون. وهي شو كان موقفها؟ مسكيني راح تجن ووقفت ضد اهلها وحاولت كتير لحتى تقنعون، عبس ما كانوا يقتنعون. ايه وبعدين؟ بعدين عرضت علي انه اتزوجها بدون موافقه اهلها. شو معناها البنت كانت طابسة فيك؟ تمام تمام، بس أنا رفضت أنه أتجوزها بدون موافقة أهلها، ومن يوم تنسحبت من حياتها بهدوء وأنا قلبي مكسور. إيه وهي؟ انقطعت أخبارها عني وما عاد شفتها، وبعدين دريت أنه تجوزت بعد سنة. وخلال هالسنة ما صار اتصال بيناتكم؟ نهائيا. فعلا قصة مؤثرة كتير. طيب حمزة ليش أنت ما عاد تتجوزت؟ ما قدرت يا سمير، ما قدرت. كيف يعني ما قدرت؟ بصراحة يا أبو سمرة حسيت إنه ما في وحدة بالدنيا ممكن تحل بقلبي محل وفاء. ليش اسمها وفاء؟ إيه ليش استغربت؟ لا لأنه مطلقتي كمان اسمها وفاء، بس شتان ما بين السرى والسورية. وفاء وين ووفاءك وين؟ شوف شوف يا أبو سمرة وفائي ما أحلاها. يا حبيبة قلبي هاي الفرصة يلي ضاعت من إيدي وضليت ندمان عليها كل عمري. شوف شوف هلأ هاي فرصة عمرك يلي ضيعت عمرك كله وانت عايش على الذكرى والأوهام؟ ايه لهالشبه ما بها شي. بس وفاء هاي هي نفسها طليقتي.